عمليات جهاز مكافحة الإرهاب لا تزال مستمرة للقضاء على فلول داعش، ولكن ما مدى التغيير وأيضا التطور في التكتيكات والاستراتيجيات التي تعتمدون عليها؟ بالتأكيد سيدتي، جهاز مكافحة الإرهاب هو تأسس لمكافحة الجريمة الإرهابية بكل جوانبها وليس فقط المكافحة الميدانية. ما شهدناه بالفترة الماضية هو قتال ميداني وملاحقة لفلول التنظيم الإرهابي، ولا زال الجهاد بفعل تقييمه للواقع الأمني للمناطق. هو لديه تقييم لكل مناطق العراق، ليس فقط المناطق التي يتواجد فيها بقايا التنظيم، وبالتالي الجهاز اليوم قد اتخذ منحى آخر في مكافحة الإرهاب، ألا وهو مكافحة الإرهاب الفكري والفكر المتطرف، ولدينا برامج نفسية فضلا عن قدراتنا وتطوير قدراتنا التكتيكية والعملياتية. اليوم الجهاز بفضل تضحيات أبطالنا هو يحتل المركز الرابع عالميا ضمن أجهزة مكافحة الإرهاب. اليوم الجهاز أيضا لديه قيادة جديدة، وهذه القيادة لديها رؤية لتطوير عمل الجهاز وأيضا إضافة تشكيلات خاصة بحيث يكون الجهاز قادر على أن يقوم بكل العمليات الخاصة اللي تستلزمها مكافحة الإرهاب. اليوم لدينا العديد من الوحدات المتخصصة، وبالتالي اليوم بكل فخر أنا أقول أن الجهاز قادر على تنفيذ أي مهمة، وبالتأكيد ارتباط الجهاز بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة هذا مكن الجهاز أيضا من أن ينال دعم كبير جدا من القائد العام، وبالتالي اليوم الجهاز جاهز لتنفيذ أي مهمة يأمر بها القائد العام للقوات المسلحة.